سعيد دائما يا أسامة. يبدو أن السوق اليوم بالجملة تأتي باللون الأحمر، كل الأسواق الخليجية، لكن الأقل حتى الآن تأثرا هي الكويت. حدثنا عن معطيات الداخلية للسوق. نعم، يعني السوق الكويتي بدأ رحلة الخسائر منذ أسابيع وليس اليوم فقط، يعني في وقت كانت الأسواق الخليجية منتعشة وتحقق مكاسب كان هو في النازل بالفعل، فبالتالي هو اليوم يكمل مسيرة هبوط حادة. يعني الآن هبطنا إلى ما دون 6900 وأكثر من نقطتين مئويتين، أعتقد رقم كبير، وتسعني نقاط على مؤشر كويت 15. انظري أيضا إلى أسعار الأسهم القيادية وأعتقد أنها يعني هي التي تدفع ثمنا كبيرا لذلك. بنك الكويت الوطني يهبط مرة ثانية إلى 950 فلس، رأينا عمليات دعم قوي للسهم لإبقائه فوق ذلك عند 960، لكن حقيقة استسلم في النهاية للضغط البيعي بأكثر من 4,700,000 سهم فهبط إلى 950، وكذلك يهبط بيت التمويل الكويتي إلى 720 فلسا، واليوم أيضا تتراجع أجلتي إلى حدود 860. هذا بالنسبة للأسهم القيادية. مستويات سعرية نعم وحدة لكنها تضغط بقوة، مع الإشارة إلى أن برقان هبط 20 فلسا في تداولات الآن. يعني بالنسبة للأسهم الأخرى حقيقة الذبح ما يزال مستمرا، والسكين كما قالوا وصل إلى العظم. الأسهم الصغيرة والأسهم المضاربية في مجملها ضغط بيعي حاد جدا، وأعتقد أن هذه التراجعات ربما في جلسة اليوم نرى بعض التدخل المسؤول لدعم الأسعار القيادية، لكن بشكل عام السوق الآن أصبح بحاجة إلى دعم ودعم عاجل. نعم. كما ذكرت أسامة، على الرغم أنه كنا محتاطين من الدخول في هذه المرحلة، هل تجد أنه هنالك اليوم من خلال الجلسة ربما سيعزز خسائر السوق أكثر؟ يعني هل هنالك ربما تضحيات اليوم سنجدها، تنازلات ربما سيضحوا بجزء كبير جدا من قيمة السهم الذي اشتروه مقابل أن يتجنبوا خسائر أكثر، إذا كانت هذه هي روح السوق أو هذه نفسية السوق اليوم؟ يعني انظري إلى، أعتقد السيولة تقول الكثير عن ذلك. السيولة حتى الآن 13 مليون. نحن في جلسات سابقة كنا نغلق الجلسة بالكامل دون 13، دون 10 ملايين، فبالتالي 13 مليون دينار واضح أن هناك مصارعة كبيرة، وليست مصارعة محدودة، مصارعة كبيرة للبيع أولا على الأسهم القيادية، وهذا ما يثير الخوف حقيقة، وسأشرح لك لماذا. وأيضا يعني صغار المتداولين الذين يمتلكون كميات صغيرة وينتظرون الربح اليومي يرون هذا التراجع بالمستويات الحد الأدنى. كثير من الأسهم متراجعة فلسين ونصف الفلس وهو حده الأدنى، أو 5 فلوس وهو أيضا حده الأدنى. عندما يرون ذلك هم الآخرون يعني يبادرون إلى البيع. الخطورة في الضغوط التي نراها على الأسهم القيادية وعليها يعني 9,600,000 أسهم كويت 15، أعتقد بيع كبير، يعني أكثر من 60% من إجمالي التداولات أو 70% حتى. هذه المبيعات وهذا النزول في أسعار الأسهم ليس فقط يؤثر على السوق، إنما يؤثر حتى على الأداء الإجمالي، لنقل مثلا للمصارف، فالمصارف لديها رهونات من هذه الأسهم ورهونات كبيرة. إذا ما هبط السعر، هو أخذ الرهن عند مستوى دينار مثلا، إذا ما هبط دون الدينار أو دون 900 فلس أو دون 700 فلس، هذا يعني أن الطرف المقترض عليه أن يسدد هذا الفارق، وطبعا هو لا يمتلك سيولة، فبالتالي يضطر البنك مرة ثانية إلى أخذ مخصص، وبالتالي قد تتأثر الربحية في النهاية. إذن فتراجع الأسعار وخصوصا القيادية إلى مستويات مقلقة هو ليس فقط يعني ينعكس على التداول اليومي أو السعر اليومي، وإنما له تداعيات بعيدة المدى تظهر في النهاية على المستوى السعري، على حقوق المساهمين، على توزيعات المساهمين، وبالتالي على السوق بالمجمل. نعم، أشكرك طبعا دائما أسامة. سنبقى عيننا اليوم تجاه كل الأسواق، وبالطبع معك لاحقا للمزيد حول أداء السوق الكويتي.